بدأ الشاب فضل نبهان هوايته في جمع الطيور والحيوانات عندما كان يرتدي الأسواق ويبيع الحيوانات. حينها صادف صقر الباشق ليبدأ حياة جديدة وعالما آخر. ويتجول نبهان في أنحاء الطبيعة بشكل شبه يومي باحثا عن أنواع حيوانات جديدة لاقتنائها، حيث يمتلك في منزله ثعابين وسلاحف وثعالب وهامستر وغيرها من الحيوانات. لنتابع. بين هذه الزوايا وضمن جزئية من منزله، اختار فضل نبهان من وسط قطاع غزة أن يعتني بصقوره وزواحفه التي عمل طويلا على اكتشاف أسرارها وطرق ترويضها لتكون خطوة في طريق مغامراته، حيث عمل على اقتنائها والحفاظ عليها. طبعا كان حب وشغف للحيوانات والطيور والزواحف كتير من وانا صغير، يعني كنت اروح على السوق مثلا اشتري حمامة بسعر ابيعها بسعر يعني اترزق، من باب اني اترزق. فصادفت في عمر 13 سنة صقر الباشق من السوق اليرموك، اشتريته اخذته على البيت، حبيت الاشي، صار عضني طيب ممكن اني اصير اصيد فيه. تعلمت عليه، علمته، طبعا التعليم كان صعب شوي، تعرفت على الصقر ودربته 100%، فحبيت اكبر الهواية. حصلت على العقاب الذهبي، الملكة، العقبان، جميع انواعها تقريبا، ولكن النادرة منها ما حصلتش عليه. حصلت على صقر الشاهين والوكرة والانواع كتيرة يعني حصلت، والحمد لله. طبعا اليوم طار من عندي اعز اصدقائي واللي هو صقر البونلي، طبعا ما يبالغ سعره 500 شيكل، صدمه يعني من الصبح. طبعا بعد ما خلصت هوايتي مع الصقور واتقنتها الحمد لله، اجاني حب وشغف للافاعي. بسمع الناس بيقولوا يعني الافاعي خطيره، الافاعي سام، الافاعي. من هذا المنطلق صار عندي فضول وشغف اني اتعلم ايش يعني الافعى، ايش بتاكل، ايش بتشرب، هل في سام، هل مش سام، هل في عاصر، هل في انواع كثيره يعني من الافاعي. هذا عالم الافاعي عالم واسع جدا. فمن المنطلق هذا درست الموضوع كتير منيح واتقنته، طلعت على الصيد. طبعا إلي قناتي على اليوتيوب فضل نبهان، بنشر عليها المغامرات، الصيد الافاعي، استكشاف الطبيعة بشكل عام في قطاع غزة، وكمان غير الزواحف بصطاد الصقور، بصطاد يعني اشي خفيف يعني اللي انا اقضي نفسي وبس، مش اني اضلنا اصيد اعمل صيد شهر يعني. حصلت ايضا على الورل الصحراوي وهو مهدد بالانقراض عندنا في قطاع غزة بسبب الازدحام السكاني وعدم اماكن خاصة له او محميات طبيعية. والورل الصحراوي هو من الزواحف الكبيرة في الوطن العربي. حصلت على الثعلب ميشو قبل 3 شهور، كانت رجله مكسورة مهددة انها تنبتر. عملت له عملية خاصة، طبعا جبت تشبيرة عربية عملت له، والحمد لله خلال 3 أسابيع تم شفائه بنجاح. طبعا كل هذا اللي بعمله بنزله على القناة تبعتي. والثعلب ميشو الحمد لله الحين صار زي ما بيقولوها طلع ترند، كل الدنيا صارت تتصور معاه لأنه ثعلب أليف. ولكن واجهت بعض الصعوبات مع أول إشي في التدريب، عضني مثلا كتير تأذيت منه، وبعد هيك
يعني اقتنيت حيوانات كثيرة، منها الورل الصحراوي، غرير العسل هذا نادر جدا في قطاع غزة الثاني، من 2007 دخل القطاع، طبعا سعره غالي جدا، وطبعا غرير العسل اللي بيتمتع في قوته ودهائه ومخالبه الكبيرة، ويعني هو اللي بيقضي على الأفاعي، ممكن يهاجم الأسد، ممكن يهاجم الكلاب الضالة، ممكن يهاجم كل شيء يعني. طبعا أنا في حياتي البرية والحياة مع الحيوانات بواجه صعوبات كتيرة ومخاطر كتيرة، مثلا يعني لما أجيب أنا أفعى جديد، حيوان جديد أقعد أروض فيه، بتعرض لبعض اللدغات، لبعض العظم، لبعض هذا الشيء، يعني بيصير معي لعدم وجود مواد للوقاية منه، لعدم دخولها من الخارج. تعرف تيجي تلقى واحد زي فوق حتى.